طبعا زيارات مع اهلي، المفروض ان اي حد معتقد سياسي كان بياخد ساعتين، انا كان زيارة ربع ساعه بس. في الاول انا خرجت بسبب المظاهرات اللي حصلت، ماشي. لكن يعني انا زميلي اللي هو كان معايا اللي هو عبد العزيز، خدوه حطوه في سجن عادي مع بقيه المواطنين السياسيين، لكن انا الوحيد اللي اترفض ان انا اختلط باي حد تماما او اقترب من اي حاجه، والسبب غير معروف الا ان انا اعرف ان انا بكتب على الانترنت ومعروف، فكانوا راغبين جدا ان انا ابتعد عن اي حد، ان انا اكلم اي حد او اختلط باي حد. هما كانوا محتاجين ان هما يأدبوني بحيث ان انا ما اكتبش تاني اونلاين على الانترنت او اطلع اي حاجه، بس ان هما كانوا دايما بيسالوني هتكتب حاجه عن الحبسه، هتكتب اللي حصل لك جوه ولا لا. كانوا خايفين جدا حتى من اللي عمله زميلنا عبد المنعم. استنيت شويه بعد ما جت الجرايد والجهاز راديو بسيط سمحوا بي في الاخر. هفضل اكتب وهفضل اتكلم حتى لو عندي سنين جوه السجن.